بتضحك للشرطة طارو يا ما غيرك قبلك صار طارو علا وعلا وطار يا دنيا شو فيك جنان يا دنيا شو فيك جنان تعب من قولتها صباح الخير يا عنود صباح الخير يا صحبة أشوفك اليوم مبكر ما هي عوايدك رايح الشغل خير يا سحبان هلا اخو حمد شلونك والله ما تريد تروح الشغل لا والله ما اريد يعني ايش صباح الخير سحبان صباح الخير يا هايش أشوفك اليوم متنشط لوين متسهل يا رزاق يا كريم العيد خلص بدنا ندور على رزقنا رزقك ما هي من عوايدك
صباح الخير يا أهل الخير. صباح النور. شو الضبون غراضكم لوين؟ والله عيد وخلصت أيامه. إيه. وعنا عرس عند أبور الفؤادي. إيه. نيالكم. أيامكم كلها أعياد بأعياد. وأنت بعد خير إن شاء الله. الموسم والموسم الجاي. السلام عليكم يا ابو احمد. عليكم السلام. اهلا 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 زحمه. يا صباح الخيرات والليرات. ان شاء الله اليوم يعني اجاك عقل الرحمن وبدك تشتغل. والله يا ابو احمد بنادم نوبات لازم ياكل خبزه من التعبه وعرق جبينه. صدق صدق. يعني احيانا هناك يا سحبان دري بالك على المرضانات والمكاسيره. هذول بس كل نهار اسرح بهذول وبعدين تحاسبني على الراس. هذول حرام بيهم التعب الحلال. ايه ايش بدي اعمل لك؟ اذا هذا حظك ونصيبك، لو كان في كمان مرضانين كنت بعتهم معك. معناته ام رضاني وبهالحاله عرضي على الله. سلام عليكم. فين فين؟ تعال وين متيسر؟ يعني بدك حجم الهواء لحد ما تشتغل. ها تعال تعال, تعال. خذ هدول معك. فينك؟ دور لي على مرعى كويس. ها انت ما شايف بعيونك يعني الغنمات مرضانات وبحاجه الى مرعى زيت. على راسي خاي. رف تا تا رف 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 رف. فينك فينك يا سحبان؟ مثل ما قلت لك ها دري بالك على الرزق. يلا يا حمود. ايه ايه صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي. ايوه بسم الله. ايه يمتك العافية يا أخويا هايش خوفتني. الله يعافيك يا سحبان. وليش أنا اللي خوفتك؟ صاح زبونك أخ فكرت واحدة من البهايم المرضانات فطست. والله شي ما يضحك. وبعدين تترك هالصنعة الزينة وترعى غنم ويا ريت بيها من عجة سليمة. وانت بي حدا سليم من اللي يجيك؟ شوف يا سحبان كل آدمي الله خلق له عقل تيدبر حاله بيه إلا أنت ما تخلي عقلك يدبرك وتريد الله يوفقك وانت تشتغل هالشغل. أنا الله بدي يوفقني ومو من هالشغلة. ومنيش يا أخوي يا سحبان؟ من عقلي. من عقلك؟ عسى خير.
بدك تتحمل يا عم. ها أبو محمد! يا أبو محمد! أبو محمد! أبو محمد! اجيب لك يا عم. يلا استنى استناني. تعي 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 يلا يلا تعي تعي يلا ابو محمد تعي 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 يلا محمد شيك يلا يلا اخو يلا لاخوانك انت هذا انا ابو محمد هين هين
هذول 20 راس ها. ايه اي وبيهم كم راس سليم؟ ايه ما بتفرق ما بتفرق، نحن بنبيع بالكيلو. ايه تعبي راح الفاضي. ناولني عطني. اي وهي هدول كمان زيادة. أبو محمد أخوي، أنا أريد أروح معاكم على المدينة. وهي إجرة العلاق، طلع مع الغنمات. شفتي سحبان يا عنود؟ خالتي؟ سحبان ابنتي شفتي؟ واني أريده؟ إذا شفته خليه يجيني. على خير. أريد أعرف إيش اللي صاير مع السحبان. متغير وما هو موكل الرحمن. ليكون النار مطفية واني أنفخ على الفاضي. العمى بهالعيشة، لك بالنهار مرض وبالليل قروض. بدي أعرف، أنا بدي أعرف إيش اللي جابكم كل هين ها؟ أبوي وأمي قالوا لي روح تفرج على التلفزيون. ليه تدري إذا برجع وراي؟ اسكت 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 اسكت. ولي عايش الحرمة ذي لو انها تأشر لي اني انط احسن من كل هالقرود اللي معها. هيا عجل عمك في نفسه. جهاب احمد يسأل عن سحبان لانها رح يسرح من الصبح ولهسع ما رجع.
من زمان وانا قلبي حاسسني ان سحبان ما ينوي نية الخير. اكيد سواها اليوم. الله حمد. ها قوم معي يا حمد تنشوف شنو السالفة. يلا اسمعوا يا اهل اندبور، هدي حالك. الحاضر يعلم الغايب، من يوم رايح ما عاد اشغل واحد منكم عندي ابدا. صلي على ولك هي رابع مره تسرقوني فيها بهالسنتين. قهوه يا رويشد. حاضر يا عم. قهوه على هونك يا ابو احمد، بيناتنا خبز وملح. لك بلا خبز بلا بطيخ. بورد يا ابو احمد. ما بدي بورد. بورد يا ابو احمد. علاش تسبق وتقول اني سرقنا؟ هسا يجي عمي سحبان والغايب عذره معه. يرجع؟ ومنين بدي يرجع؟ ايوب ها؟ دورنا عليه الديرة كلها ما لقينا له اثر. عجب بتقول وين راح يا الحلال؟ انت بتعرف؟ وش اللي مدري؟ ها اي مدريني؟ انا راح ادريك. صاحبك صار البلد. وش ودالي البلد؟ اللي اشتروا منه هدول البهايم هو اللي اخذوه على البلد. هالسوالف هي انا بعرفها، بعرفها خاي، بعرفها. ما بتعدي علي. ايوه بعدين انت يا اختيارك مو عيب، مو عيب عليكم. قولك مو عيب عليكم، بشغلكم عندي وبطعميكم وبسقيكم وبأمنكم على حلالي وتسرقوني. ايش هالشغله هي؟ لك عمره ما صارت معي بحلب. بس صدقوا اللي قالوا عنكم، الاندبوري بيظلوا اندبوري، يعني ما بتأمن على شيء، لا مال ولا حلال. وحد الله يا ابو احمد، سنين واحنا عايشين سوا وما صار شيء من اللي قلته. مالك ان شاء الله ما يضيع، ما يضيع، ما يضيع. شو اللي صار؟ انا مالي ما بيضيع، بدي ارجع لي. وانتو لازم تحصونه، واذا ما حصلتوه لا احصله بايدي هدول والايام بيناتنا. ها يلا. لا حول ولا قوة الا بالله، هذا سحبان ما تجينا منه غير المصايب. اي بس يا عمي يا جماعة، بلشي صار معه شيء لا سمح الله، مين يعرف؟ اي ويش اللي صار له؟ انا اطمنك انه الحين حاله احسن. عمي خلينا ننستر يا عمي ويكفينا فضايح الليلة، والله يجعل الخاتمة على خير. لا تواخذوني يا جماعة على ازعاجكم بهالليل. تفضلوا اشرب كاسة شاي. تفضلوا تفضلوا. شو الأخ غريب؟ إيه بالله، في عندي أوتيل قريب من هون ورخيص، بتنام؟ إيه إيه إيه، يلا بينا. امشي. قريب؟ قريب كتير. امشي معي أنت وما عليك. رخيص؟ رخيص. ايه سيدي، غرفة بسيرين ومعك شخص تاني بالغرفة. ايه ماشي؟ ايه اعطيني هويتك. سحبان السرحان. ايه سحبان السرحان. خانة 65/12 اندبور. اندبور. ايه ماشي، انا من اندبور. اهلا وسهلا. 25 ليرة. ايه هذه 25 ليرة. ماشي. ايه خذ. ايه اذا معك امانه ذهب او فلوس او مجوهرات حط عنا امانه، بكره الصبح بتاخذها. لا 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 ما معي، ما معي. ما معك؟ ماشي تفضل، هاي الغرفه. هين؟ ايوه. ايه عن اذنك. يا اهلا وسهلا، تصبح على خير. Hey.
سرقت سرقت يا ناس يا اهل البيت يا اخوي ايوه يا اخوي ايوه دخيلك يا اخوي أيوه. ما شفت الرجل اللي كان قاعد هنا البارحه؟ لا والله ما شفته. شلون ما شفته؟ ما يصير. ما شفته، انا جاي من السودان. يا اخي ابو جاب لي اللي في الفندق ما اعرفه. اي ما شفته يا اخي؟ لا والله ما شفته. مصريه دخيلك يا اخوي. ما شفته انت مجنون؟ ما شفته والله ولا عارفه. انا جيت الليله نزلت في الفندق وما اعرف اي زول هنا. انا جاي من السودان وما اعرف اي زول هنا. شوفي شوفي عند الصبح خير. شوفي يا اخوي، ما شفت الرجل اللي كان قاعد هنا البارحه؟ ايه راح على بيته خلص شغله. خير بدك منه شيء؟ سرقوني يا اخوي، سرقوني. شو هالخبريه؟ شو سرقوا لك؟ المصاري، كنت حاططها هين بجيبي. انت كنت متاكد لما جيت لعنا امبارح كانوا معك المصاري؟ ول لا عاد شلون حسبتكم البارحه؟ انت بينه نمره غرفتك بينه نمره تحت نمره. وش الدرين يا اخوي؟ شو اسمك انت؟ سحبان السرحان. طيب ايوه انت بالغرفة 15 مع واحد. يا اخي هلا طلع راح الزلمة. ما وصوك امبارح تحط المصاري بالامانات؟ ما شف شو مكتوب هون يا اخي. ايه والحين وش العمل؟ يا اخي شو بدي اسوي لك؟ مقفر الشرطه قريب من هون، تروح تشتكي لهم بيجوا لهون بحققوا. شرطه؟ ايه الشرطه، يا تشتكي للشرطه يا لك الله. لا بالله الي الله. خاطرك يا اخوي. مع السلامه. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. ماذا الله يا محسنين؟ يوم ما انسرقت جنت انطيتك ومن مالي النوم. لا 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 سرقوك الله لا يوفقون. وين؟ بهالأوتيل. وإن شاء الله المبلغ مو كبير. كبير ولا صغير هو المال والرأس مالي، يعني تحصيلة العمر. هي الله يصلحك ويهديك، حدا بهالأيام بيحط مبلغ كبير كاش بجيبته.
ما بالك شنو؟ كاش، مصاري كاش. هي ما حطهم بجيوبي، العادة حطهم بجيوب مين؟ مبالغ كبيرة لا بتحطها بجيوبك ولا بتحطها بجيوب غيرك. مبالغ كبيرة يا أما بتحطها بالبنك يا أما بتشتري فيها شهادات استثمار. ما صار شيء أخي، ما صار شيء. مرة تانية تعال عندي وأنا بدلك. من ماذا الله يا محسنين، حنوا على هالدرويش الفقير وخلوا لك شيء. اي بالله، اي بالله، خلوني خلوني هذه. من مال الله يا محسنين، من مال الله، حنوا على هالمقطوع يا محسنين. مين المقطوع بيناتنا، هاني ولا انت؟ هذه انت طلبتها من الله على اسمي. اخوي هالنوب صار معي مبلغ كاش، وين احطهم؟ حطهم بجيبتك وانقل عني، انقل عني. من ماذا الله يا محسنين. بعد ما تعرفنا يعني اني سحبان السرحان من منطقه اندبور، سمعت عنها. وانا حسون محمد. عاشت لسان حياك الله. شو شيء؟ ولد صغير بيشيل أكثر منك، شو مالك؟ لا يا أخوي حسون، أني الحقيقة إيدي توجعني يا أخوي حسان. يلا خلصني، يلا بنخلص هالشغلة، يلا يلا يلا. أخوي سحبان، هي الله يرضى عليك، شدي لي حيلك شوي، بدنا نخلص هالشغلة ونروح ندور على غيرها. شنو هذا يا أخوي؟ حسون، حسون، وعطول تخربط باسمي. والله يا أخي أنا صرت أنسى اسمي، أنا بعد تكسرت عظامي وبدنا ندور على شغلة غيرها. بدنا نعيش يا أخوي، بدنا نعيش. هي عن أبو هالعيشة. شنو هذا؟ أنا تكسرت عظامي. هذه تسمونها عيشة؟ قال عيشة، قال. هذه عيشة وركبة على الفرس وهي سارحة هالبرية عيشة. آخ يا أخوي حسون، آخ بس لو تشوف الفرس اللي كانت هناك واني راكبها واطارد بهالفرس. يا أخوي سحبان، هي أطارد. يا أخوي سحبان، أطارد، أطارد. إيه؟ حديث الفرس تحكي لي بعدين، هسا بدنا نشتغل ونخلص هالشغلة، يلا الحقني.
شوف يا اخوي يا حسون، مرة وأنا ماشي بهالبرية طلع لي ذيب. أخي حسون. نعم. أنت تعرف شو الذيب؟ أعرف. يلا شيل خلصني. يلا خلصني. يلا ها. إيه وما قلت لي شو عمل معك الذيب؟ ها؟ هو اللي عمل معي، أنا اللي عملت معه. يا رجل انزلت على خشمه بالعصا انخبل. خبل. إيه خبل. يا شاطر. نعم. عفارم عليك. الله يرضى عليك. هسه تروح وراي نجيب بقيه الحجار ونخلص من هالشغله. اخوي حسون، انت على ما اظن ما تفتهم بانساب الخيل. انساب شو؟ انساب الخيل. شوف يا سيدي، عندك ابن الخيل الحمدانيه والصقلانيه والعبيه. اخوي سحبان. نعم. انت ما تعرف تحكي وانت قاعد عم تشتغل؟ لا بلا الحقيقه اعرف. يلا الحقني لنشيل بقيه الحجار ونخلص من هالشغله. يلا. أنا كنت أريد أقول لك يا شنو اسمه هذا؟ وراس أمي واضحة، خالي عنده كثير من هذه الخيول، يعني هو يربيها. إي بالله يربيها ويوالدها ويعتني بيها، وتجار الشام دوم يشترون من عنده. ها وذات مرة يا سيدي اشتروا من عنده أكم حصان وباعوها التاجر يوناني، والتاجر اليوناني باعها التاجر الفرنساوي، والتاجر الفرنساوي باعها التاجر الأمريكاني، قام هذا التاجر الأمريكاني باعها الواحد من ربعنا اللي يسوحون بهذيك الديار بنص مليون دورال. نص مليون شو؟ ها؟ نص مليون دورال. شو بها النص مليون دولار؟ أنا كنت أحكي شقيقي حسون عن خالي. خالك معه نص مليون دولار؟ الله أعلم، يمكن معه أكثر. الله اللي يرزق والله اللي ينطي. الله يرزقه. بس ما هو هون بيت القصيد. ها يلا يا حسون نشتغل يا حسون. بيت القصيد انه خالي يربي خيول. ابله خيول من كل الانساب. يلا يا حسون بدنا نشتغل يا حسون، ورانا شغل. هات. اي والناس التجار يجون من كل البلاد ويشترون من عنده هذه الخيول. اي يلا يا حسون، يلا بدنا نشتغل يا حسون. لك صدقنا انك شغيل لسه رايح جاي خيلتنا. عود واحكي لي على رواق وفهمني شو القصة. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. وهذه قاعدة من بعد إذنكم يا أكارم يا أجو. أطال الله بعمركم. إذنك معك، إذنك معك. هات لنشوف شو قصة النص مليون دولار. يا سيدي ولا سيدك إلا الله، خالي أخو أمي يربي. خالك بيربي الخيل وبيبيع على كل التجار، هاي فهمناها. يعني من هون جمع النص مليون دولار؟ لا يا أخوي لا. يعني أنا كنت أريد أقول لك أنه تجار الشام أدام الله عزهم ذات نوبة اشتروا من عند خالي أشم راس خيل، ويعني هذول التجار باعوها التاجر يوناني. ها قام التاجر اليوناني باعها التاجر الفرنساوي، فهذاك الفرنساوي باعها التاجر الأمريكاني، قام التاجر الأمريكاني باعها الواحد من ديرتنا اللي كانوا يسوحوني بهذيك الديار بنص مليون دولار. معناتها خالك عنده أكثر من نص مليون دولار. أهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. أي شنو هذه؟ قهوة. هذه تسمونها قهوة؟ عيب عيب يا جماعة، ما يصير هذا الحكي. هذه قهوة، هذه خذها 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 ورجع الفناجين نظيفة. هي سوي مثل ما قال لك. حاضر. شو الاسم؟ اني سحبان يا سيدي، اني سحبان. عاشت الاسامي. عن شو عم تدور بهالكيس؟ ها؟ عن قهوة، قهوة بحق وحقيق. طبختها ايدي سحبان هذه. شو هاد؟ قهوة بالكيس؟ اي. يا حسون
تفضلي. ذوقوا ذوقوا يا اهل الاصل يا كرام، وشوفوا شلون القهوه الاصليه تكون. تفضل يا اخوي. يسلموا. طيبه، ما علي حكي، بس اللي انت كيف بتميز بين القهوه الاصليه والقهوه اللي مو اصليه؟ اها، هين حطنا الجمال. اسمع يا ابن الجويد، اسمع، كل شيء نعرف من ريحته، كل شيء بهالدنيا، ها، الحيوان والنبات، حتى ابن ادم، اي بالله، ابن الاصل عن ابن الحرام ينعرف من ريحته. فتريد القهوه الاصليه انه ريحتها ما تفرق عن غيرها، والقهوه الاصليه مثل ابن الاصل ومثل الخيول الاصيله، لها انواع. عندكم مثلا قهوه الشيخ محيسن، قهوه الشيخ طايل والشيخ طحيمر. وعندكم هين بقهوه البرازين. صح، قهوه البرازيل مو البرازين بالنون. شموا شموا ما يؤمر عليكم ظالم، وقولوا قهوه مين هذه؟ ها، شمي. قهوة مين هاي؟ هذه قهوة سحبان السرحان يا ست الحسن والجمال. وهالحين يا جماعة ترى حديثكم ما يمللها، بس يعني الحقيقة أني أريد أساعد رفيجي حسون بالبلاط، يعني أشوفه حرام التعب هد حيله. اترك لي الشغل واسمعني منيح، أنت ما هيتك لا شيوخ ولا عشائر ولا من يلي إخوالهم بتاجروا بالخيل. أنت منين يا ولد؟ أنا من أندبور يا سيدي. أندبور الفوق ولا أندبور التحت؟ بتعرف أندبور الفوق أو أندبور التحت يا سيدي؟ لكن أنا بعرفها منيح لهذيك المناطق. أنت من أندبور التحت ما هيك؟ إيه بالله يا سيدي. هدول عندهم غنم وسمن وجبن ولا أطيب من هيك. ها؟ إيه 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 يا سيدي، إيه إيه إيه، بلاد خيرات. أنت شو بتشتغل بالبلد؟ مثل ما تشوفون يا سيدي. يعني بيطلع بإيدك تشتغل شي تاني؟ يعني أعجبك يا سيدي، أعجبك، يطلع من إيدي شغايل وأعمل عمايل. يعني مثلاً بيطلع بإيدك تقدم قهوة مرة مثل هاي اللي عم تقدم لنا إياها هلأ عنا بالنادي؟ مشكور كرمك يا شيخ الأجاويد، أنا والله ما أرفض نعمة الباري، لكن عندي شرط. هات لشوف. شو شروطك؟ الشحاد ومشارد كمان. هات لنشوف شو هي شروطك. اني ما اعمل الا القهوة الاصلية اللي ما تعرف الغش. شوفك مسطول، صار له ساعة عشان بيك بيأشر لك، خلي نظرك على الزباين، لازم تفهم من تطبيعة من غمزة. على راسي. يلا. على راسي على راسي. سيداتي، أنساتي، سادتي، أهلا وسهلا فيكم بناديكم. تعودنا دائما أنه برجيكم حفلات على نمط جديد وسهرات حلوة وجميلة، ودائما منحب التجديد نحن، بتعرفوا. الليلة رح نقدم لكم سهرة أجمل من كل السهرات اللي مضوا إن شاء الله، وإن شاء الله بتعجبكم. رح نفتتح السهرة بنشيد النادي، رح يقدم لنا يا مطرب النادي. استلو
لحظة، هذا نشيد نادي، واقف مثل ما انت واقف. لا تتحرك نهائيا نهائيا، على وقفتك خليك واقف هيك. حيب ترحيب وفيكن ضاوي نادينا، فيكن ضاوي نادينا، كله ترتيب بترتيب ومن حي اللي بيحيينا، من حي اللي بيحيينا. أهلا أهلا بالأحباب وبالزوار وبالأصحاب، أهلا بوجوه الصبيحة، إن شاء الله تكون الصحة مليحة، ما بدناك اليوم فضيحة ولا بدنا يفرط نادينا. انتباه انتباه، استراحة استعداد، واحد اتنين ثلاثة دقي دقي يا مزيكا دقي، سيسي للا صص الفطة من ميري دوري ميفا، سيسي للا صص الفطة من ميري دوري ميفا. نادينا واضح عنوانه، ضاوي وبتشعشع ألوانه، ضاوي وبتشعشع ألوانه، من حي رجاله ونسوانه، قولوا الله يحمينا، قولوا الله يحمينا. أهلا أهلا بالأحباب وبالزوار وبالأصحاب، أهلا بوجوه الصبيحة، إن شاء الله تكون الصحة مليحة، ما بدناك اليوم فضيحة ولا بدنا يفرط نادينا. انتباه انتباه، استراحة استعداد، واحد اتنين ثلاثة دقي دقي يا مزيكا دقي، سيسي للا صص الفطة من ميري دوري ميفا، سيسي للا صص الفطة من ميري دوري ميفا. شبك زحمان؟ أنا بزعت معك بزحة، تعي معي تعال تعال. مساء الخير. حابب أسقيكم قهوة مرة ولا أطيب من هيك. شغل سحبان، أعطيني على عدة لأشوف. سحبان أعطيني الفناجين، هاتك مالك الفناجين. شنو؟ شبك اعطيني كمالة الفناجين. يعني انطيتك ياهم؟ لا 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 ما اعطيتني شيء. ايه ما اعطيتني ياهم؟ يا اخي ما يصير، انا اعطيتك ياهم. ليكن قدامك ما في غير الفنجان ها. ايوه رحمة الوالدين اعطيتك ياهم. نبشت جيابك. شنو جيابك؟ نبشت جيابك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شنو؟ شو قلت لك انا؟ شنو جاب هذا الان؟ شوف الجيب الثاني. يلا يلا خلصني. شنو هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. معقول عم تخبي الفناجين بجيابك؟ انا شو عملت يا رجل؟ مدام اذا بتسمح يعطيني من جزانك الفنجان الرابع. شو؟ يسلم ايديك. وانت اذا سمحت اعطيني من جيبتك هاي الجوانيه. ايوه شكرا كثير. وين ضوعت الفناجين؟ لك شو؟ وين القهوة؟ ما يصير بيها قهوة. وين بيها قهوة؟ ما بيها قهوة ولا شيء. تفضل شوف. شو؟ شو وين رحت على الله؟ هاني؟ ايه انت وين رايح؟ يعني رايح اعبي الركوة اللي رجعت ليها فاضي. والله طريق مو سهل، ما بك شيء. نصاب يلعب بعقل عند ابوري، ما تصير. يلا يلا اتحرك. خلص شوف الزباين يلا. على راسي معلم. يلا يلا سوا احنا واهل الهوى، يلا يلا سوا احنا واهل الهوى، نملى الدنيا فرح علي قلبه انجرح،
الكوان واللي قلبه الكوان. قهوتك مرة كتير. مثل عيشتي يا ست الستات. حليها شوي بتصير أطيب. هي الحلاوة للحلوين. انت حياتي الروح والقلب. غنوا افرحوا تهنوا امرحوا وارموا هموم الهوى في الهوى. شنو هذا؟ يا ولي سحبان تقول الصحيح انت تشتغل هين؟ اي ولا اني اشتغل هين بعدين انت يعني علاش ما تصدقه ولا؟ اقل منها؟ وشنو اللي تشتغله؟ يا ول اني اللي اقدم قهوة مرة للزباين. ها وما تسرقهم؟ عيب يا ول عيب. تريدني اصدق انك بطلت تعمل هالعمايل؟ لا يا مستعجل لا تتروى إلنا الدنيا طبعا هادي.
إلا الدنيا طبعها هادي، قولوا الله يجيب